السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. في يناير كشفت أونر عن أول هاتف لها منذ استقلالها، ثم أعلنت في يونيو عن سلسلة أونر 50 والذي تمثل عودة خدمات جوجل موبايل على هواتفها. وتعمل الشركة حاليا وتكشف النقاب عن سلسلة أونر 60 موضوع هذا الفيديو. وإذا كنت متحمسا لمعرفة المزيد عن هذا الهاتف، لا تحرمني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بالإشعارات. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. بطريقة ما يكرر التاريخ نفسه، كانت سلسلة أونر 50 هي أول من استخدم مجموعة شرائح سناب دراجون 778 جي. والآن يعود أونر 60 برو أول هاتف يأتي مع الإصدار المحدد من هذا المعالج، وهو سناب دراجون 778 بلس. ولا تزال هذه الشريحة تعتمد على معمارية 6 نانومتر مثل النسخة الأصلية، ولكنها ترفع سرعة تردد نواة كاريو 670 الأساسية إلى 2.5 جيجاهرتز بدلا من 2.4 جيجاهرتز في الإصدار الأقدم. ويعيد معالج رسوميات أدرينو 642 إل على هذه الشريحة الجديدة بأداء أعلى بنسبة 20%، ولكن للأسف هذا يقتصر على إصدار البرو فقط. أما الإصدار القياسي فلا يزال متمسكا بشريحة سناب دراجون 778 جي الأصلية. كما هو الحال في المرة السابقة، فإن الطراز القياسي وطراز البرو متشابهان تماما باستثناء العديد من الترقيات الرئيسية بالنسبة لنسخة البرو. تم تجهيز أونر 60 و 60 برو بشاشة أوليد 10 بت مع معدل تحديث 120 هرتز مع تغطية لونية DCI-P3 بنسبة 100% مع ميزة HDR10 بلس لنسخة البرو فقط. هذا هو الاختلاف الأول بين الاثنين. يحتوي جهاز أونر 60 برو على شاشة منحنية من الجهات الأربع، إضافة إلى أنها تأتي بحجم أكبر بقدر 6.78 بوصة مقارنة بالإصدار القياسي والذي يحتوي على شاشة منحنية من الجانبين فقط، وتأتي بمقاس أصغر 6.71 بوصة. كما كان من قبل، تتميز الكاميرا الخلفية بمستشعر بدقة 108 ميجا بكسل مع القدرة على التصوير بتقنية دمج البكسلات. ومع ذلك بالنسبة لهذا الجيل، حصل طراز برو على كاميرا بزاوية عريضة مطورة مع مستشعر 50 ميجا بكسل ومجال رؤية 122 درجة، وهي مزودة بضبط تلقائي للصورة مما يمكنها من التقاط صور ماكرو بمسافة قريبة جدا. ويحافظ الطراز القياسي على الكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بكسل مثل الجيل السابق. أما عن العدسة الثالثة على كلا الهاتفين فهي عبارة عن مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل. بالنسبة لكاميرا الصور الشخصية، يحتوي أونر 60 برو على عدسة عريضة بزاوية 100 درجة ومستشعر 50 ميجا بكسل مما يسمح لها بالتصوير بزاوية واسعة، بينما يحتوي الطراز القياسي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل. وصرحت شركة أونر أن سلسلة هواتف أونر 60 تستخدم الذكاء الاصطناعي لأجل أن تمنحك تجربة التصوير بدون استخدام اليدين، وذلك عن طريق الإيماءات والذي تمكنك من التحكم في الكاميرا، وهو شيء جيد لصناع المحتوى. يحتوي الهاتفان على بطارية أكبر مقارنة بسلسلة أونر 50. هذه المرة يتمتع كلاهما بنفس السعة 4800 ملي أمبير مقارنة ب 4000 ملي أمبير على إصدار 50 برو و 4300 ملي أمبير على أونر 50 القياسي. والأمر الذي ضحت به أونر هنا هو قدرة الشحن بالنسبة للهواتف سلسلة أونر 60، بحيث أن كلا الهاتفين يشحنان بقدرة 66 واط، ولا تزال سرعة الشحن سريعة حقا حيث يمتلئ نصف البطارية في 15 دقيقة. ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن جهاز 50 برو يدعم الشحن بقوة 100 واط مما يمكنه من الشحن الكامل في 15 دقيقة فقط. يتم حاليا طلب أونر 60 و 60 برو مسبقا في الصين، ويبدأ سعر طراز أونر 60 القياسي من 425 دولارا أمريكيا لطراز 8 على 128 جيجا بايت، ولكن هناك أيضا خيارات 8 على 256 جيجا بايت و 12 على 256 جيجا بايت. أما بخصوص نسخة البرو فيبدأ سعرها من 580 دولارا أمريكيا لنسخة 8 على 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى أنه يمكنك الترقية إلى 12 على 256 جيجا بايت مع فرق السعر. أخبرني رأيك في التعليقات، ما رأيك في هذه الهواتف وهل تراها تستحق الشراء؟ كان هذا ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.